بسم الله والصلاة على رسول الله. افتح يا رزيق يا رزاق يا عليك يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نهاركم طيب، نهاركم سعيد. اللهم يا رب العالمين نسألك في هذا اليوم خيره ونعمته يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا أمورنا، اللهم يسر لنا طريقنا، اللهم سهلا إلا ما جعلته سهلا. صباح النور، صباح الخير، صباح البركة على بناتي أبنائي أصدقائي صديقاتي كل، وقل لكم صباح الأنوار. ربي طول في عمركم. شكرا وشكرا وشكرا على كل كلمة قريتها، والله صدقوني كان أسعد يوم في حياتي، أسعد يوم في حياتي اليوم اللي تلقيت الرسائل نتاعكم، اللي فعلا تعتبر تحفيز، حافز، حافز كبير، خلتني أنني نزيد نتقرب لكم أكثر وأكثر، ونزيد ننوركم أكثر وأكثر. إن شاء الله ربي يسهل لنا جميع الأمور. طبعا ربي إن شاء الله يسهل لنا ويسهل لكل واحد عنده، إن شاء الله عنده، كل واحد عنده إن شاء الله حاجة في باله، ربي إن شاء الله يسهلها له. وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا إيمان، شكرا لكم جميعا. صراحة أهلا بناس الغرب، ناس وهران، متشرفة بكم، مرحبا بكم. صباح الخير أستاذة، صباح النور. والله يا دار طيب القهوة، ديري لي فنجان يما. صباح الخير يما، صباح الشفا يما، معايا تقول لكم صباح الخير، وربي يشفيها إن شاء الله. أيوا يما راهي معاكم وراهي تدعي لكم، وهي كذلك تحفيز، حافز ليا وتشجعني كذلك معاكم. كل عام وأنت بصحة. لا راهي لا خرية هاي كم فرحتوا هذيك النهار، الله فرحة عظيمة. بكيت وبكيت والله باش نبكي، تقول لكم يا شافية ما تبكي، ما بكيش يعني نمرض، ما نبكيش. إذا بكيت نرجعوا البارح، أنا مريضة، هما خايفين ويترجوا ويبكيوا بيا والو، ما بكيش أنا. بكيت وفيكم بكيت إن شاء الله، إن شاء الله ربي يخلي لهم مهمتي، وربي إن شاء الله ينجح كل واحد، وربي ينجح لكم وليداتكم ويصلحهم لكم، وإن شاء الله تنطلقوا بثقتكم في ربي أولا. ديروا كما نقولوا حنا رحمة ربي في قلوبكم، ما تتقلقوش، ديروا رحمة ربي في قلبكم إن شاء الله، وربي ينوركم طريقكم إن شاء الله. طبعا قلت لكم يعني كاين رسائل مازال ما قريتهمش، هكا عارفين كنت مشغوله، ونزيد نحكي لكم حاجه، انني تلقيت رسائل يعني الاولياء، الكلمه اللي تقولها الاستاذه، شنو هذاك الكلمه اللي تقولها الاستاذه على وليدكم تاثر فيكم وتبقى وتتقلقوا. قالت لي وليدك ماهوش واصل، وقالت لي وليدك بيتحرك، خليها تقول. ولادنا احنا الان ما نقيسوش ان الحركه ولا ما يعرفش يكتب، ولا ان وليدي خلاص ما يعرفش يقرا، لا لا لا. ايها الاستاذ، اي كلمه حبيت تقولها على التلميذ ما تشوفش الا الاشياء اللي ماشي مليحه في التلميذ. كاين تلميذ ما يعرفش يكتب، صح يعرف يقرا، يعرف يشارك، يعرف يجاوب، مباشره وليدك ماهوش يكتب، مباشره وليدك راه يتكلم، مباشره وليدك ما عرفش يقرا. هي واش راكي ديري، واش راكو قالوا لك دعينا يما، صباح لله قالوا لك دعينا. الله يستر، ربي يحفظهم، ربي يعطيهم ما يتمنوا ان شاء الله، يصلح لهم الاولاد، قول لهم برك ما يتقلقوش، يتقلقوا ما تقلقوش،
والدنيا هذه ما فيها والو بالعقل. والله الصحه والعافيه، الصحه والعافيه. واحد ما عندوش، واحد ربي طال، واحد ما طالوش، وكل واحد ربي واش بدلو في هذا، كل واحد وعلى قيس ولاده، ايه كل واحد يدي نصيبه في هذا الدنيا، كل واحد ربي يدي له نصيبه. نهار مبروك يا سفيرة الطاقة الإيجابية، والله نموت عليك، ربي عيشك أم جمال سفيرة الطاقة الإيجابية. والله غير أنا هذا الاسم يليق لي، لأن الطاقة السلبية. كنا في الحانوت كي كنت توسي بطفلة، قلت له هذه مصلحة اجتماعية. إيه مصلحة اجتماعية. ان شاء الله احنا رانا كاع نقدروا نصلحوا بعضنا، نقدروا نعاونوا بعضنا، ماشي مشروط انك مختصه في مجال لازم تكملي فيه ولا ما تنظري لا من لا من. لا صباح النور، عندي بنتي اولى ثانوي تتعرض للتنمر، هذا اثر على دراستك؟ وكل ما نشكي الاداره يقولوا لي ما نقدروش نهضروا مع التلاميذ، الرجاء النصيحه. هذا التنمر، هذا التنمر خاصه اولى ثانوي. شوفي الان الاخت الكريمه لازم بنتك دير ثقه في نفسها، قولها هذا التنمر، هذاك اللي ما عندوش نص الجسم نتاعو وقدر يثبت وجوده ويقدر يخلي الصوت نتاعو في اعلى المراتب، لازم هنا بنتك هي اللي تكون عندها ثقه في نفسها. وهذا التنمر هذا اللي راهي ما ديرلوش اهميه، ما على بالهاش بهم، تعرف باللي ان شاء الله لما ماشي الانسان هذا اللي تنمروا عليه انه انسان فاشل، لا، هذا التنمر يزيد لها قوه ويزيد لها عزيمه ويزيد لها اصرار. معليش راكم تتنمروا عليا بصح انا راني نقرا، راكم تتنمروا عليا بصح انا عندي اخلاق حسنه. هذا التنمر اللي اصبح الان يعني رانا نشوفوه وراه يخلق كثير من المشاكل. فانا اقول لكل ام ولا لكل اسره، انتم الاساس الاول في بناء شخصيه وليدكم، لازم انت الاول دير ثقه في وليدك. انت شباب، انت عندي اجمل حاجه عطاها لي ربي، اذا ماكش شباب انا ربي عطاني بصح عطاك عقل، عطاك تربيه، انا راني فرحانه بيك. ما نبقاش نعم، اذا ما تنم، اذا تنمرنا احنا على ولادنا. عالسلامه ناس تونس، عالسلامه، مرحبا، ربي يجازيك، ربي يجازيكم نتوما ثانيكم تبعوا فينا، ربي يخليكم ان شاء الله. واش تنصحيني اختي؟ وليدي كل يوم استدعاء، كل يوم يهضر بزاف في القسم، شو واش رايحه نابل حتى وليت نقلت للمتو تاعهم اعطوني. شوفي والله لا، هما عارفين بلي الطفل دوك عنده هذه الطبيعه، وكل ما يزيدوا يهتموا به كل ما يزيد. انساوه كلهم، عافوه انساوه، وتشوفوا لما تسقمش. بصح هذا الطفل كل يوم استدعاء بعده، احنا خلوا هذا ما تهتميش به، كل حاجه تعطيها اهتمام، كل ما يزيد الطفل يزيد في العوج تاعو. راهي الحركه الزائده راهي في كامل اطفالنا، راهي في اولادنا كامل، ولكن علينا ان نعرف كيفاش نسير مع ابنائنا. انت ايها الاستاذ ولا ايها الولي، واش هذا التلميذ وليدك راه ممتاز ويشارك في القسم، ايه زيره في الدار، والام تروح لو كان تسيب تربطو وش قالت لي الاستاذه، وتبدا تطيح وتتغاشى. اسمعوا، هذا الطفل لما يروح للمدرسه ماشي نروحو نقيدوه ونغلقوا له ما تتكلمش وتبع الاستاذه وما كيفاش. خليك ايتها الاستاذه حبيتي تكسبي التلميذ، خليه يحس بالاستقلاليه في القسم، خليه يحس براحته، معليش تكلم بصح كل وقت وقته، هيا الان نلعبوا، هيا الان نقراو. والاستاذ المبدع والاستاذ الناجح هو اللي يعرف كيفاش يخلي من التلاميذ تاعو اطفال يكسبهم ويخليهم يحبوا الدراسه. حتى لما تجي الام وتشوفي ذاك الطفل ما يقراش، لا لا وليدك ان شاء الله بدا يتعلم يقرا وراني فرحانه به ورايح ان شاء الله يولي لاباس عليه ويتحسن. الام لما تروح تقول له لي الاستاذه تاعك فرحانه اليوم شاركت ولا حاجه، ميزه ايتها الاستاذه تلقاها في التلميذ وعجبتك عميها الام وقول لها وليدك هاو مليح اليوم، فرحني اليوم، كتب مليح، معليش ماشي كل يوم، معليش بالعقل. هنا
هذا هو ان شاء الله ربي ينجح بنيتك ميغاك ريتاج زازو، ربي زازو ربي ان شاء الله ينجح كامل ابنائنا، وربي ان شاء الله يوفقهم. وباش يتوفقوا ولادنا لازم حنا نزرعوا الطاقه الايجابيه في نفوسنا في ولادنا. هاي بداتني الخلعه، هاني بدا قلبي يحبس، هاني بديت نخاف يا وليدي، وقايب الاختبارات يا وليدي، راني خايفه يا وليدي، حبايا يا وليدي خايفه ما تجيبش، يعني تبقاو غير راكي خايفه، راني مغمومه، راني مهمومه، راه مهبلني، راه مكره لي حياتي. اشياء اللي تزيد تحطم الطفل وتحطمك خلوها على ربي، تفائلوا خيرا تجدوه. والله كلمه طيبه لوليدك ولا ايها الاستاذ تعطيها للتلميذ وتشوفي كيفاش يتغير 20 درجه. زيريه زيريه، كيفاه تزيروا، كيفاه تزيروا، كيفاه تقيدوا، كيفاش تزيروا. هذه نفسيه، هذه نفس، هذه روح، هذا جسد. تربوا اولادكم، التربيه كما قالت لكم الاخت قبل التعليم، عرفي كيفاش تكلمي معاه في الدار، عرفي كيفاش تحضري معاه، عرفي كيفاش تشجعي، اسمعي له. التلميذ اللي كان ما والو ما يتجاوب كاع يضحكوا عليه انيتاتو مهمشاتو. ايه. من بعد جات وحده اخرى. الله قريتها. كي جات وحده اخرى. اسمع القصه. كي جات وحده اخرى كنت مهمشاتو ودراري يضحكوا عليه انيتات ما يتجاوبش فيهم. ما يقراش ايه. كي جا هذاك يتناضوا يديروا له كذاك الدراري الكل ما حبتش تهضر معاه. كي جاو خارجين قلت له انت استنى. قلت له شوف نعطيك هذه الجملة تقراها في الدار وغدوة كي نكتبها في الصبوة ترفع ثم قال لك هو ناظم ما يعرفش ما يعرفش. قلت لك ولا من ديك كل مرة هكذا كل مرة ولا هو المتوقع. والله العظيم والله العظيم هذه عبارة عن سلوكيات، هذه ماشي معرفة. هذا هو يهدر وما يكتبش. شوفوا الآن التعليم، أنا الآن وليدي يعرف الرياضيات، يعرف يقرأ في الكتاب، يهجي عادي. فهمكم الطفل في السنة أولى ينسى الحروف عادي، ينسى الحروف عادي، لأن نفهمكم دايما نقولكم باللي الطفل مازال ما اكتملش النمو العقلي نتاعو، مازال ما اكتملش النمو. يعني الطفل راه يخزن وتجي سنة ثانية باش يعاود. التنمر عانت منه بنتي في الابتدائي بسبب راح تزيد كنعاودها. ولدي يقرا سنة رابعة راه متهاون شوية في دراسته، وأنا راني مزيراته بزاف، وكل يوم كل يوم نهضر معاه على النجاح، وراه شافني لأني راني شويه متعصبه معاه، اعطيني نصيحه. والاخرى عندي يقرا سنه ثانيه ثانوي، لكنه يقرا الحمد لله بصح، يشوف بزاف بزاف في روحه، يحب يلبس. يا الاخت الكريمه الله يبارك، راهم ولاد كلها ورجال، راهم ماهوش نوض وقرا ودير كل شيء، راهم تاع الان راكي تعامليهم كرجال. الله يبارك يشوف روحه. هذا سنه، هذا سن المراهقه، اصعب سن، اكشفي فيه وليدك. الله يبارك وليدي، انا ماذا بيا لو كنت رحت تقرا شويه. على بالي طريقه التعامل مع الطفل في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي متغيره، ماشي دائما اسمع واش بيك، اي شارك تشوف في روحك، وقيل حسبت روحك كبرت ولا غير عفستك، اي بين لي روحك، اي خليه يحس روحه. واش هذا هو السن؟ كاع كنا في قيسوا على رواحكم كي كنا في ثانوي، حنا كي كنا وحنا كي وقتهم ووقتنا ماشي كيف كيف. بصح ربي عطا سن المراهقة، هذا السن اللي الطفل يشوف فيه روحه، واللي يحب يثبت الوجود نتاعه، واللي يحب يبني الشخصية نتاعه، راه بناء يحب يبين روحه واللي بلي هاو راجل وراه قادر. هنا تتغير التصرفات، إذا أنا نتغير مع وليدي إلى الأحسن. إيه ما عليه وليدي، وش رأيك؟ ناخذ رأيه، نخليه يعطيني كلمة، وش تحب نطيب لك؟ وتقول هذاك واش نزيد له باش يبين روحه، كيفاش يكون عقله نوض يقبط ويكسر، باسكو تقيسيه، وقيل راك حاسب روحك راجل روح روحي البالون، حاس قد غير لبسه روحك قرايتك، لا، أبنائنا يقول لك شوف، داعبوهم سبع، وصاحبوهم وضرب، إيه
داعبوهم في سبع واضربوهم في سبع وصاحبوهم في سبع. وليدك اذا كبر ابنك خاوي صاحبه ولي خوك ولي صاحبك، ديري له قدر قدام باباه، وانت يا ايها الاب ديري له قدر قدام خاوته ويماه كبير، بينوا له بلي خوكم كبير خوكم راجل، ابنوا له هذيك الرجوليه من اللي بدا في سن المراهقه، باش هنا الطفل يحس روحو بلي الله يباركك بديت وكتي تدخل الجامعه والله يبارك وتجيب يا الله يبارك وتولي ما شاء الله. التنمر هذا شوفوا التنمر نقدر نقضي عليه، الاسره هي اللي تدير الثقه في ابنائها. الاستاذ واش يدير؟ يقول لهم بان ربي خلقنا، الله هو اللي خلقنا وربي سبحانه وتعالى خلق وفرق، وعلى هذا لازم نرضى بكل حاجه طاعها لي ربي. انا نقدر الان نبدل لك نيفك ولا نبدل لك ودنك ولا نبدل لك شعرك، ربي سبحانه كل واحد عطالو شكله، وانا قابله وليدي وفرحانه بيك. خاصة أبنائنا هذوك يزيدوا يبداو محقدين شعرها شوشتها جبهتها نيفها، خلونا من هذا الكلام، لازم احنا الأولين اللي نديرو لا لا بنتي راكي هايلة ما شاء الله. ويزيد في ذاك المراهق يبدا له الحب في وجهو وتولي له عقدة، وأنا عانيت مع بنتي تقول لي بنتي ماما كيفاش كان وجهي معمر بالحب، وتقولي لي هادي ما عندكش بزاف نورمال راكي هايلة، لا ماما صح لا لا لكي ما خليهاش حتى تحس باللي هذه الاشياء تاثر في نفسيتها. يا حيوي روح انا كنت اكثر منك، انا ثاني كنت اكثر يا ولدي، يتنمروا عليك لو جاي وقت وتقمي روحك وتولي ما شاء الله. ما نخلوش هذه الاشياء تاثر في ابلادنا. يا امهات لمساعده اطفالكم في حفظ عاونوهم باللبان الذكر، والله العظيم لبان الذكر من أحسن الأشياء اللي تخلي وليدك يركز وتخليه يشفى. تشم خي لبان الذكر، دي تشم خي في الماء تغسليه، تشريه من عند العشاب وديله الماء وتخليه ولي كي الحليب. تحبي تخلطيه مع النعناع، تحبي تعطيله يشربه وحده، والله العظيم غير رائع رائع، ويخلي وليدك يعود يركز. انا واش نقول لكم الان، يعني الهضره بزاف الان، راني قلقه وليدي ما عرفش يقرا. عمرك ما تحكمي وليدك هيا تفكرتي انت كيفاش حفظتي؟ وكنت كاين اطفال الله يبارك عطاهم ربي يحفظوا يشفاو بالخفي تدخل في راسهم، عطاها كاين اطفال عطاهم ربي لازم نوري لهم قهوه ونجيب القهوه ونوريها لهم والحرف ق يعني نبذل مجهود معاه باش طفل وباش الطفل ما يقولش بلي انت ما تعرفش تقرا وشحال وريتلك راسك خشين روح شوف. وما نقارنش ما نقارنش ابنائنا بواحد اخرين، انا وليدي راضيه به وعاجبتني وعاجبني النقطه تاعو. معليش وليدي، وليدك ثمانيه تقولي لي ماشي مليح، سبعه ماشي مليح، هذه مستويات هذه قدرات، كل واحد ربي عطالو درجه من الذكاء. ما تقولوش على هذاك جا خير منك، ما تقوليلوش علاش وليدك ماهوش كيما انت. سمحوا لي لحظه نجيب كتاب ونجي. مفهوم هذه السلوكيات، هذه الاشياء اللي ربما كلمه ترفعه لسما كلمه تحطمه. اقبلي وليدك بكل شيء، لا قبيح ليك ولا المهم انت لما تكوني مقتنعه ان هذه السلوكيات راح تقدري تغيريها في وليدك تتغير. غيري انت قبل وش فيك وفي باباه، شجعوه الكلمه الطيبه. هذا الاطفال شكون اللي ماهوش حاب من الاطفال يفرح والديه؟ عندهم ربي سبحانه نتوما هما راهم يشوفوا فيكم غير نتوما، نتوما النفس نتاعهم نتوما كل شيء في حياتهم. اذا اجبدي وليدك هذا مادام وليدك راهي لما تغيبي عليه يبقى يحوس عليك هنا،
انا وليدي هذا لازم نعطي له الحنانه، لازم نعطي له الفرحه، لازم نعطي له كل شيء، لازم نوفر له كل شيء من الحنانه، من الكلمه الطيبه، من الاكل، من كل شيء، باش وليدي هكذا يحس بالامان. وليدي لا قصير، انا كي قال لي واحد المره التلميذ قال لي انا زادهم يقولوا لي قصير انت قصير، قلت له شوف الرئيس تاعنا ماهوش قصير، شو تقد منه، بصح عقله كبير، عقله كبير ويعرف يهضر، ولا رئيس جمهوريه، نقول لهم يا اطفال قصير وشوفوا شحال هو قصير ودوك شحال طوال، ويمشي وهو فرحان الرئيس نتاعنا، وشوفوا كيفاش يقود امه. أني ساتي واحدة جات تقول لي أن وليدي ما حبش يدير النواظر، قال لي يقولوا لي لعمة. قلت لهم يا أطفال لما نروح يا أولياء، هذه كل تعود لينا والأساتذة، حنا كيفاش نهضروا مع أولادنا، حنا كيفاش نزرعوا الطاقة الإيجابية في أولادنا. وليدي دار نواظر يا عمري شحال، وليدي تشبه، وليدي تشبه ذاك الطبيب، وليدي تشبه لها هاري بوتر هذاك. ذاك الوقت نقول للتلميذ يا عمري درت نواظر، قالت لي ما حبش يديرهم يما، ربي يعيشك وكل شيء. نقول لهم يا اطفال كي دارهم جاي حشمان وكل شيء، قلت له روح تشوف يا عمري شحال جوك شابين، وانا فرحانه كي دخل القسم يا اطفال شوفوا شحال ولا شباب، على بالكم لما راهي شباب الهاري بوتر هذاك، هذاك المبدع هذاك الذكي، ولا يفتخر بنفسه. الطفله كي يكون شعرها مش مليح نسقمو لها ونمشطو لها وندير لها طفيره، وطفله اللي عندها كاش مشكله نعالجو لها، وش بيكم؟ بنتك انا نحبك وانتي بنتي، ودبر راسك بصح انتي متربي عليهم وانتي خلوق عليهم، زعما حنا غير لي شباب واللي شعره شباب وعيني شباب ويلبس شباب نحبوه، هذه كانت بكري. حنا اطفالنا اولادنا كامل كيف كيف. الامهات الان كيما خاطك ما يعرفوش يتعاملوا مع اولادهم، واش دارت واش خلينا زياده على بكري، باماتنا ما قراو ما كانوا يروحوا معانا، ما كانوا يحبوا يبحثوا ويخبشوا. لازم نديروا اليد في اليد ايها الاستاذ وايها الولي، نشوف بعض المشاكل اللي نبغي نخرج من التليفون، نبغي لو كان نسيب هذا الاستاذ نروح نعطيها طريحه، ونشوف هذا الام لو كان نعطيها طريحه، حاجه بسيطه يكبروها ويديروها. انت يا نبدل وليدي القسم، صح اذا كان هذا الاستاذ راح الام تقول لي بنتي تنوض من النوم وتفزع وتقول لي ما نروحش دقه، عييت منها ما نحبهاش ما نحبهاش، وهي ترغم بنتها باش تروح تقرا، ولات لها كوشمار في الليل بعد ما كان الاستاذ هو القدوه، الاستاذ هو المثل الاعلى. ايها الاساتذه الجدد، هذا الاساتذه الجدد لازم لازم نديروا اليد في اليد باش يفهموا. انا لو كان نصيب ندير نمر على كل مدرسة وعلى كل أم ونحكي لها كيفاش تصرف مع وليدها. خلاص رانا رايحين للتهلوكة، رايحين ندو ولادنا في عقد ومشاكل، ما يقراش يا سيدي، ما عطالوش ربي في القراية، ربيه مليح خليه يدير ثقة في نفسه، خليه بهدلتني روح ما تقعدش قدامي، روح تلعب، خصك غير اللعب، خصك غير الهضرة، خصك غير الضحك، يعني ما قراش تمحيله كلش، امحيلو الشخصية نتاعو. أيها الأستاذ حتى الطفل هذاك ما قراش، علاه مشاغب؟ علاه؟ هو حب يكون هكذاك باسكو ما فهمناش. الله يعيشكم. لازم نفهموا ولادنا أمور الحياة، راهو المجتمع ولا صعيب، ولا صعيب بزاف، ولا صعيب بزاف. عدنا نهضروا على الموت وعلى القتيله وعلى واش داروا، ولينا ولادنا ملي نوضوا حنا غير في الحوايج اللي كرهوا الحياه. اجمل حاجه اللي حبيتي تقدميها لوليدك لما تكلمي معاه خزري فيه وابتسمي حضنيه، ما يخافش وليدي مادام ماما هنا وبابا هنا، ما تخافش اقرا كيما تعرف، معليش بصح شوف انت وليدي اقرا وانا هنا نعاونك، اذا ما قدرتش نحاول حاول وراح توصل. انت غير دبا اروح نقراو، افتح افتح كراسك، اليوم اليوم قعدت لك هنا، اليوم نوري لك، اليوم نبردك، اليوم خلاص بدات باليوم اليوم اليوم اليوم. وهي تقولي شعلوا فيها النار، ملي قاتلها الاستاذه وليدك راهي قباح وراح اهبط شويه يا حوجي،
من باب المدرسه، وهي شدته من يده وهي تكر فيه، وهو بداك يده تخبطه للراس. اطلع اطلع معايا للدار، خلاص غميتني هبلتني كرهت لي حياتي. او او بالعقل بالعقل والله العظيم. غير كاين اساتذه وين يعطوها لكم هكا يطرشوا برك، المهم تسكتي عليها. الى تصابتك ام لا لا وليدك راني معاك تخميش كامل، الله يبارك عليه. شفت ام ظل تصمت عليها، وليدي وليدي وليدك ما يقراش، وليدك وليدك وليدك. حنا لو كان نديروا القدر بيننا وبين الاساتذه، ايها الاستاذ انت اعرض لي هذه الام، هذا وليدها وعزيز عليها وكبدتها وراهي هو حياتها. وانت ايها الاب الام ولا الاب بلي تعرف هذا الاستاذ راه الاب الثاني ولا الام الثانيه، وتعطيها قدر وتعطيها قيمه، اعرف بلي هنا راحين توقفوا على حاجه واحده. انتوما تهضروا على الاساتذه، اش تعرفي ديك الاستاذه، تعرفي ديك الاستاذه، ديك الاستاذه كيف دايره، ما تعرفش تقري، شتي كيفاش جارت وليدي. حنا ما تسقسيش وليدك على ضرباتك، وما تسقسيش على دارت لك، اذا شفتي بلي هذيك الاستاذه ما شاء الله. اما اذا كانت استاذه ما عرفتش، انا يسالوني واش رايك في الاستاذه اللي قصت شعر طفل، قصت الشعر تاع الدراري. علاش انا نقول لهذه الاستاذه، اولا تصرف خاطئ، حبينا ولا كرهنا تصرف خاطئ. ثاني حاجه انت ايها الولي، لما قالت الاستاذه لهذا التلاميذ قصوا شعركم، علاه ما قصيتولهمش شعرهم؟ كاين نظام داخلي للمدرسه، بصح ماشي بهذيك الطريقه. نشفى انا كنت صغيره كليت شمينغوم، ودوكا ما نحبوش وما كنتش كي دارت لي عقده فيه، ما يديروش في فمي ولي يشوفوا دايروا في فمي ويجيني قلبي. حكمت لصقته لي من حتى لهنا هاك هاكا. نعم من لسته لي هاك هاك من الخلعه، خفت من بابه، خفت من وانا نحي نحي، بقات لي هاك. عدت نجيب في الشعر نحطه هنا باش يما ما تفيقش وباش بابا ما يفيقش. حنا اولا نكونوا القدوه، نكونوا الاساتذه اللي عندنا. انا مانيش نحكيكم ولا نزكي في روحي ولا نقول، على بالي باللي اذا حبيت تكون راحتي والتلميذ يحبني لازم نكسب الولي. ونقول له توليدك عندك الحق، انا ثاني خبزتي راهي في اللعب، انا ثاني اللي حابه نقري هذا التلاميذ ملاح، انا ثاني حابه تكون عندي شهاده مليحه وتكون عندي المفتش تاعي يفتخر بي. لماذا؟ ورب مع ربي اولا لازم يكون عندي ضمير. حنا لما قررونا على شخصيه المعلم، الان نقول الاساتذه هذه الشخصيه تاع الاستاذ اللي تمثل القدوه للتلميذ، ما تجيش هكذا باش نتصرف تصرفات خاطئه امام تلاميذ في القسم. القاعده تاعي نحاسب عليها، المشيه نحاسب روحي عليها، واش نخرج نحاسب. نغلط ثم صححها، واخطات ودرت اخطاء، ولكن من الخطا تعلمت. ماشي في بدايه الطريق خلاص وليت استاذه. كاين اساتذه مساكن فرحانين بالمهنه، جهدوا رواحهم ويمدوا 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 حتى يا وليله. الاستاذ الناجح ما يتكلمش بزاف، الخزره تاعو تكفيه، الوقفه تاعو، وخلي الطفل يتكلم اكثر منه هو. الوالدين يطلعوا المورال لولادهم والشيوخ يهبطوا. شوفي الوالدين صدقيني انا نقول لك حاجه، هذا اللي يهبطوا المورال الوالد، الوالدين كيكونوا مثقفين ومربيين وعندهم ثقافه عاليه وعندهم شخصيه، لما يجي الاستاذ الاستاذ يخاف يغلط معاه. ماشي مهم عنده مركز ولا، المهم يكون خلوق الولي. نشوفوا الاخلاق تاع الولي في التلميذ، الطفل صوره من التلميذ. انت الان وليدك متربي والنقاء والمحفظه الله الله والادوات مرتبين، وزيد يدخل يقول لك صباح الخير ولما تقري يفهمك. الاساس الاول في التربيه هي الاسره، الاسره ماشي صح في اللبسه وبنتي عندها وبنت في الاخلاق. كاين ناس متواضعه وفقراء وعايشين في بيت وحده والله العظيم، ووالديهم بطالين وتقدم الام وكل شيء،
يجونا في واحد النقاب ماهوش لابسين ملابس حتى تكون ودري كل شيء عادي. والله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. محل محفظة انت هذا نلقى كل شيء مرتب. تقولي ماما أنسة ماما كل يوم تغسل كل سمانة تغسل لي اللوحة وتمسح لي المحفظة وتسقم لي أدواتي وتغسل لي المقلامة وترتب لي روحي ولا حاجة ما خسرة تخدمها لي. نجو نعرفوا الطفل صورة من الأم. الطفل هذا مربي أدواته كيفاش قافل ربطت له الأدوات نتاعو وكل شيء. الطفل راه يشوف يماه كيفاش دير له يتعلم وياخذ الطريقة نتاع أمه. بينما روح ما شفتهاش شوف وين حطيتها يا اخي شريتها لك البارح تكسرت لي هاك بلع فمك روح شري حاجه واحده اخرى وروح. احنا لازم تقيمي القيمه تاع الشيء محفظه ولا كتاب ولا اي حاجه لازم تعطيها قيمتها لازم تعطي لها قيمتها. الكتاب كيفاش يشدو ما يعوجوش كيفاش يغلفو القلم علاش كسرتو علاش باباك يشقى باش يجيب لك هذيك الحاجه. ونشوفو اللي عنده درام كل يوم يبدل ستيلو كدو هذه ماشي زعمتك نو انا عندي ندير لوليدي. علمي وليدك ربي وليدك على الشده وعلى الرخاء. ما تخليش وليدك انا بابا شرالي انا ماما طاتلي انا ماما داتلي انا بابا والاستاذه تروحي تودي فيها وتجيبي لها الحوايج هكا وكل شيء قدام التلاميذ وهذاك الطفل اللي ما عندوش يروح ليما كاع عايزه يجيبوا له حاجه وانا ما ديتلهاش والام تولي تنحيها على الحما وتمدها. لا 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 لا, لا. التربيه والتعليم عندنا المدرسه مكان باين العمل تاعو باين التصرفات كيما العسكر الدخول النظام تنفيذ الاوامر كل اشياء جميله في المدرسه لباس الهندام كل حاجه راها يعني المعلمه هذه اللي قصت شعر تاع دران ماشي لهذيك الدرجه وجديده وغير كيما دمجوها. وانا كذلك نقول على ما نلومهاش لماذا لانها لو كان قرات علم النفس الطيف لو كان قرات التربيه العامه المنهجيه السيكولوجيه الطيف تعلمت كيفاش تتعامل مع الاطفال والله لو كان راح تحضر انتم وبستهم انتم شابين بصح لو كان تقص شعركم كله خير وخير. الان انا جو تلاميذ لابسين لبسه هكا ماشي مليحه ولا روح نحضنه يا عمري شحال شابه شكون شراها لك سيدي شالي بابا وشالي كل حاجه ما تليقش بالله. نقول له لا لا هذه ما يلبسوهاش انا في المدرسه ولا الطفله هذه لبسوها في العرس وهذه وماشي هذه ما جاتك الشابه فاهم بدل هذه ما تجيك الشابه ما يزرقوا ماما تخيطوا لك يجيك شباب يروح ليماه تلبس له يجي الله يبارك. انا ضد تخفيض السن انا ضد تخفيض السن انا ضده انا ضد تخفيض السن هو كيعرف هذوك نقول لك علاه. قلت لكم الان هذه الاستاذه لو كان راح تقول لهم شحال شباب شعركم هكا بصح هذه ماشي تاع مدرسه يا اخي روحوا شوفوا لان الاستاذ اذا كسب قلب التلميذ وخلى التلميذ يحب واش يقول له يدير زعما هذيك السيطره وهذيك الاستاذ يلعبها مسيطر وش بيك. التعليم ومعاملة معاملة راهم الوالدين كاع يديروا في ليكوغ لولادهم كاع راهم يحشوا لهم في الأدمغة ونساو الجانب المهم هي المعاملة نساو الجانب الكبير هو كيفاش نتعامل مع وليدي. وليدي غلط نعض نعطيه طريحة تاع ماما كضربتك أنا اللي ما جبتش نقطة مليحة ها واش تقولها؟ وانت علاه تتسرع؟ ماكش تتسرع إيه ماماك كنت نكتب وصحة إيه ولكن انا الان انا قلت لماما كوزقيت عليها وقلت لها ما تزيديش تضربي باسكو انا زعيم دوك هذه المره الجايه يعود ما يتسرعش في الاجابه تاعها ما تسرعش ما دوك الان نبداو نراجعوا العربيه. اذا يا استاذه العزيزه راهم معظم الاساتذه يتنمروا كيما انا ذيك الاستاذه اللي طعنوها بخنجر هذاك الطفل اللي طعنها بخنجر يعني الطفل عاقل لاباس عليه استاذ الله يباركهم يقولوا عليها ما شاء الله وربي يشفيها ويعافيها. عمره ما تكون نار بلا دخان
استاذه رائعه او استاذه هايله او استاذه معليش. جاتها لحظه غضب. انا نقول لكم اذا شفتي روحك يا استاذه عندك مشاكل في الدار، راكي مقلقه ما كيش قادره تقري ذاك النهار، صرا لك مشاكل، صرا لك ضغوطات، ما تروحيش تخدمي، ما تروحيش تخدمي. هذاك النهار كنتي في ساعه ناقصه ايتها الاستاذه، وتنمرتي على هذا التلميذ، قال لك كل مره تقول لي يا شادي يا قرضيه ولا مانيش عارفه، يعني انا اللي نضر ماشي هي بصفه عامه. روح روح يا الاستاذه اللي تتنمر على التلميذ، والله غير ربي حاسبك عليه. وهذا التلميذ لما يدعي لك ولا يقول لك كرهت القرايه من الاستاذه، ولا كرهت دارت فيا التير، ولا كرهت وين وش هو مصيرك؟ على بالكم رانا في انبل مهنه واعظم مهنه واصعب مهنه، وربي حاسبنا على هذ الاولاد. ماشي سهل التعليم، نروح نحط السي في تاعي ما لقيتش واش ندير، نروح نقري. ما تحبيش تقري، عندك المشاكل، عندك اضطرابات نفسية، عندك حوايج ما تقريش، ربي يجيب لك حاجة واحدة أخرى. إيه كون عندي غير يا أستاذة عقلك شحال واسع، يا قلبك شحال كبير يا أستاذة. أنا قلبي كبره لي التعليم، وعقلي واسع التعليم، وعدت نهضر مع الناس التعليم، لأنني نشوف غير الأشياء الإيجابية ونطبقها في حياتي. وماشي حاجة واعرة، كنت نزكي نهضر مع التلميذ، صح وليدي خي ما تنساش تعاود، راك فاهم أنا نحبك وكي غلطت برك على بالي ما درتهاش بالعاني، على بالي ما درتهاش بالعاني، بصح المرة الجاية على بالي ما تزيدش تعاودها، يعني نبين له باللي راك درت حاجة بصح ما درتهاش بالعاني، وخليه نقول له ما تزيدش تعاودها يعطيك الصحة، نتبع هذاك السلوك اللي دارو الطفل حتى نحيه له، نتبعو. ما خليش يروح هكذاك. واحد المره كان عندي تلميذ، لما حنا بحكم اننا جزائريين وبحكم ان خاصه لما نشوفوا المناطق يتغيروا والديهم في العمل من منطقه يجوا المنطقه، من منطقه يجوا منطقه، كان عندنا قسم خاصه نسكنوا قدام بناء عسكري، ان الاطفال جاونا من كل نواحي الجزائر، من الجزائر، من الجلفه، من قسنطينه، من وهران، من عنابه، من كلش. اللهجات تختلف، العقليه تختلف، والتربيه تختلف، بالرغم ان التربيه والاخلاق يعني ما يختلفوش، كلنا نحبوا الادب، كلنا نحبوا ولادنا ما يسرقوش ما يكذبوش كلش، ولكن بحكم المحيط اللي كان في عيش فيه الطفل، سواء اللي كان في قسنطينه ولا في سقهراس ولا في تبسه ولا في خنشله ولا في الصحراء ولا في ادرار، اصبحت عندنا في القسم سلوكيات مختلفة، عقليات مختلفة، تصرفات مختلفة، لهجات مختلفة، يعني الأستاذ كان راح يبذل مجهود، لأن أول حاجة هي الفوارق الفردية في هاد الأطفال. الطفل اللي ما يعرفش اللغة، والطفل اللي ما يفهمكش، والطفل القبيلي اللي يحب يهضر غير بالقبيلية، والطفل اللي جانا من الخارج وقال بابا راه ميسيون جاو يهضر غير فرونسي، وطفل منا. الأستاذ لقيت روحي أنها وين الأولى منه، لقيت روحي أنني نعيش في قسم، يعني صدقوني أنك لازم الصوت تاعك يوصل لكل تلميذ، أن التصرفات تاع التلاميذ كل ما تخليش يضحك على ذاك. يا أنيساتي قلت لهم خذيت صورة قط، ما هذا يا أطفال؟ قال التلميذ هذا قطن، قطن، حنا كان مناطق يقولوا قط، ما يقولوش قط، قط. يا ويضحكوا أنيساتي قالوا قط، يا أنيساتي قال قط. قلت لهم إيه معليش، حنا كاين مناطق يقولوا قط، كاين مناطق يقولوا قط، عادي قط بالعربية قاف قط، وما بينلوش نضحك عليه ولا إيه عادي. كاين تلميذ يهضر بالكا، كاين تلميذ يهضر كي شغل الجاي يقول هاجة، يعني قلت لكم مختلفين في التصرفات، في الكلام، في كل شيء. جاني تلميذ أنه يقول كلام بذيء، يسب يسب يسب. أنا ما شفت هذا يقولوا يا أنيستي قال كلام فاحش، يا أنيستي قال هذيك الكلمة اللي تبدا بهكا. روح يقولوا بالك تتعاود ما تعاودش، لا لا وليدي هكا وكل شيء. واحد المرة جاني جوني أولياء تلاميذ
بمنطقه تاع هكا، قالوا لي شوفي سيده كاين تلميذ راه يقول واحد الكلام ولادنا راهم يجوا يعاودوا فيه في الدار، احنا ما نقبلوش هذه ولازم هذا الطفل نشوفوا كيفاش نديروا له. عيطت للام، عيطت للام قلت لها يا الام الكريمه وانا ما نلومش وليدك والله غالب، ولا تبكي وتقول لي يا استاذه يا استاذه الزوج تاعي يقول واحد الكلام، وهذا الزوج علاش هذا الزوج من كذلك تعلمها من اللي كان صغير وفي المحيط اللي كان يعيش فيه وبقى يردد في الكلام هذاك، وكبر بقى يردد فيه، والزوج دار اسره وبقى يردد فيه، جاب ولاد وبقاو يردوا في الكلام الفارغ هذاك اللي حنا نحاربوه، هذا السلوكيات الخاطئه. قلت لي يا استاذه راه يقول كلام يفرق به الجماعه، واعترفت وقالت لي، قلت له نهار اللي نوض نسكي ونتقلق وينوض، قالت لي كاين زعما نتقلق ونقولوا علاه سبيت، قالت لي زيدي نوض الاب يزيد يسب طفل صغير وما كانش هو حاب باش يسب، هو سمعو والله اي تصرف سلبي يرفضو في دقيقه، تصرف ايجابي يرفضو في دقيقه، ولكن انا هذا السلوك تاع الطفل وهذا الكلام تاع الطفل تعود عليه. اما اذا شفت وليدي تصرف في اول يوم قال كلمه ماشي مليحه، نحكي لكم كيفاش ديروا. اول حاجه تغض النظر، تروح للاب تقول له وليدك راه قال ديك الكلمه، حاول ما بس كان ولي بصح كاين اللي مغنت فين، تقول له ولا ما تقولوش. انا نحكي لكم اذا حكين اولياء والديهم يسبوا بصح الطفل ما يسبش، علاش؟ الام هي اللي تقول له، تقول له لا وليدي لا لا باباك هو مريض خلينا منه، بصح انت راح تروح للمدرسه راحين يسمعوك الدراري ويديروا لك هكا كل شيء. لما قالت لي الام شوفي شوفي، قلت لها شوفي نديروا الطريقه، قلت لها الان زعما شغل نعطيك كاميرا نديرها لك في التليفون وتخليها تمشي هذه الكاميرا وانا نبدا نراقب واش وليدك يقول، قلت لها بشرط كل ما تجي به الصباح قولي لي شحال قال من سب من مره في الدار، 10 20 15 ما سبش قولي لي، لو كان يعبروا بنتي هكذا نروح نتول لو كان يعايروا بنتي هكذا دوكا نشوف نقرا تعليق نكملكم موضوع نزيد ندخل في التنمر ولا غير دخلت وراح نفهمكم، خاطرش اذا زدتي الطين بالله ورحتي وقلتي وعلاش بنتي سبيتوها وذيك الطفله تولي تزيد هذه حنا تسبولي في بنتي وعلاش تنمروا عليها، هذيك الطفله تزيد تقنط وما دوما من كلام تاع الام لو كان تحلم بالعقل، لا لا بنتي هذه اختكم ولا لا وما ديرولهاش هكا والاستاذه والام وندخلوا ونتكلموا ونفهموا والله غير تولي قيمتها عاليه زيدي ترفعي. اما اذا تروحي تضربي وتعيطي وتسبي وديري وديري وترفعي قضيه راح تزيدي للطين بلا راح تزيدي الامر تعقدي اكثر واكثر. واش هذه ام نهال راهم يتناقشوا معليش، قلت لكم الان من بعد واش قلت لها؟ قلت لها لما تجيبي وليدك ديري لي بصبعك شحال ولا خبريني شحال، ندخل للقسم غير ندخل القسم نشوف من كي يدير لي هكا قولوا شحال من مره، ست مرات معليش خدوه حاول هذه ما نقول لك والو، المره الجايه حاول 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 صدقوني نحينا له هذا التصرف اللي كان سبب لي مشكل في القسم وكان عنده مشكل سلوكيات، وهذه السلوكيات من الاسره اذا جت في الروضه، الروضه تعمل على تصحيح هذه السلوكيات تاع ابنائنا، تصححها فقط اذا صحتها وعمتها في الروضه تزيد يجي التحضير يكمل وتجي التعليم، نلقاو اولادنا ما عندهمش سلوكيات خاطئه. انا استاذه تقولي لبنتي العمياء يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تقول لها عمياء يا ربي يا ربي والله العظيم لو كان هذا الاساتذه، كاين اساتذه ما شاء الله راحوا في الجره من اساتذه راهم يتعدوا على الاصابع يسبوا التلميذ، انا لو كان هكا قلت عمي ندير ما نشافوش ندير فيها نخرجها كاع من التعليم.
علاش هي عمات روحها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير أميمة، أنا نحبك نحبك في الله، أنت والله أم مثالية، تمثل صحة وطول العمر إن شاء الله يا رب العالمين، والشخص الخفيف على قلوبنا حفظك الله، ربي يعيشك ويطول في عمرك، بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك. والله غير فكرتيني في أستاذة كانت، نعم كاين أساتذة، وحنا أنا لما راني نقول لكم يا أساتذة هكذا، وكاين أساتذة يقول لك إيه راكي مع الأولياء، ويقولوا أولياء كي راكي مع الأساتذة، راني مع الحق. انت استاذ ما تصلحش وتشوه كامل للاساتذه، ما تصلحش تتحطم للتلاميذ، ما تصلحش. والاولياء هذوك اللي ضعاف الشخصيه، خفت نقول لها وخفت تحقد على بنتي، نقول لها لا يا اختي راني نحبك وبنتي تحبك، بصح هذاك التصرف ما تصرفيهش، روحوا بالتي هي احسن. وكي اللي روحوا استاذه راح نقول لك حاجه، الاستاذه ثاني كي تحسك عندك ثقه في نفسك وتقولها كيفاش تقولي لبنتي حميه هي عمات روحها، علاش تحطمي لها في النفسيه تاعها وتعيطي لها قدام المدير وتقوليها لها ايتها الاستاذه ما كرهاتكش ولا هذه الاستاذه، راهي تقول لك باللي صلحي واش راكي تكلمي. كاين اساتذه ما عندهمش حتى علاقه بالتعليم، بصح انا اندد بشده هذا الاساتذه مفتشين، اذا شفتوا ذا الاستاذ ماهوش مكانه ثم ما يقريش. كي الام كي تشوف بنتها ما تعرفش تهدر وماشي متربيه وكل شيء، ما تزوجهاش والله ما تزوجها. علاش تفني كره القرايه؟ علاش كرهها من الاستاذه ومن الام؟ شوفوا غير الاشياء، وليدك ما يقراش. انا هذه الاسئله اللي هم يكتبوهم لي، استاذه تتقري وليدك، تفضلي وليدك على التلاميذ، وليدك يلعبها هو يربي اقلام ويقول التلاميذ تجيبهم لي وليد استاذه، راكي تتعلمي في وليدك السيطره، وراكي تعلمي له في الاشياء اللي ماشي مليحه، وزعما راح تبقاي غير تتقري، راح يطيح في استاذ وراح يوري بلي يبان بلي استاذ وليدك ماهوش مليح. إذا حبيتي تقري وليدك وتتعاملي معاه كالتلاميذ اللهم بارك، أما إذا حبيتي أنا قري وليدي باش نعطي له لاباز، أنا قري وليدي باش، لا 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 اسمحي لي، خلي يحس التلميذ أن وليدك كيما التلاميذ، غلط نزكى عليه، يعطي له واحد حاجة ما تعطيلوش، ماهوش وليدي هذا التلميذ كيما نتوما. التفريقة هذا خير من هذا، وش بيكم؟ طفل عنده مسكين مشكل نفسي تحطه في الاخر. تعش ايها الاستاذ ما تحوش على الاشياء السلبيه اللي في الطفل، شوف كيفاش تقوي له هذوك الايجابيات تاعو، ومن الايجابيات تتحسن السلوك تاعو. صباح الخير استاذه، انا بنتي نقول لهم استاذه في يدور زميله تضربه كف. هيه. شوفي الأستاذة إذا عاملت التلاميذ هكا ما يبقاوش يفكروا في الدرس، يخاف يدور، لأن هذه حاجة لا إرادية، يزغد ولا يتحرك، الطفل عمره كي تقيديه ما يقدر يقرأ. جات أستاذة تقول لأمها أنا وليد أنا راني قري وليدك راه يلعب بيده بكتاب بستيله ويلعب. الأم اكتشفت أن وليدها حتى ويلعب لما تسألو يجاوب كلش، يقولها فهمتك واش قالت لي الأستاذة، يعني التلميذ هذا واش عنده ذاكرة سمعية، راهم يديه يلعبو وذنيه، أنت كي تكون تلعب تسمع واش تقول الأستاذة، تفهم ها حتى وتلعب. أنا ابن بنتي عنده ذاكرة سمعية، راه يلعب بحاجة ولا راه يرسم، بصح وذنو راهي مع الأستاذة، وهنا الأستاذة قالت له يلعب ويرسم وكل شيء، وأنا عرفت أن ولد بنتي عنده ذاكرة سمعية.
اي حاجه تصرف ديريها قدامه يرفضوا دقيقه ما كانش يرفضوا مباشره. انا واش قلت الان صح ما نشوفوش على التلاميذ تاعنا، ولما تكون تقري الاستاذه لازم نتبه معها صح ولا ماشي صح حتى وتعرفها. لماذا علاش 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 الاستاذه تقول لك ما تلعبش خاطرش التلاميذ يقلدوك؟ علاش تكلم مع زملائك؟ علاش دير الطوايش؟ يا اخي كاين دار وين دار طوايش كاين، علاش في القسم يبقى دار في الطوايش؟ نهضر معاك ذكي وتعرف تقرا وتعرف كل شيء بصح السلوكيات هذه معليش بصح نتصرف بالعقل. سمعت؟ اسمع معليش نقرا، خلي الاستاذه راكم غير تقراو غير خطابتكم شويه تكلموا تغنوا تخرجوا تاكلوا اللمجه. لا لا مين داك ناكلوش بصح المهم شغل كي تجي زعما في اللغه شغل عندنا عربيه تاكلوا اللمجه. ايه معليش معلمه تاع بنتي النهار كامل وهما تقول لهم ضربكم ضربكم لعمه ضربكم بالعصا. يا خوتي واش نقول لكم وسعوا بالكم ما تبقاوش تشوفوا في الاشياء السلبيه حتى واد الاخلاص وليدك راه يقع. انت حاولي انك حتى وراه يبان حاولي انك تصلحي هذيك الاشياء تقولي لوليدك لا لا وتحبك ولا لا وهكذا باش وليدك ما يزيدش يتحطم. من فضلك فاسي واش كتبتي؟ طبعا الطفل واش يفهم مع الاستاذه احسن، ولكن انا كي نعطيكم الطريقه انا الاستاذه قالت لبنتي واش قالت لها؟ رياض اهلا واش راكي الاخت الكريمه واش راح حال وليدك وكل شيء؟ ما فهمتش واش راكي من فضلك فاسي واش كتبتي؟ واش كتبتي؟ شكون الاخت الكريمه؟ شكون لي فاسي انا؟ انا ما كتبتش عاودي فهميني تعيشي. استاذه بنتي درت لها مرافقه بحكم انها عندها تاخر نعم وما تركش، لكن استاذتها ما تقبلتش الفكره ورافضه فكره المرافقه وما تخليهاش في الاختيارات تشرح لها صعبت لي الامور والاح مؤسف ان المديره راحت معاها في الخط. اذا كانت عندها مرافقه ومن الطبيب وكل شيء هذه لازم لازم، الا ان المرافقه لازم لان الاطفال كيشغل هذيك المرافقه تحس الاستاذه انها تخلي التلاميذ يتبعوها وينساوها هي يعني كاين منصره. هذه المرافقه احنا من المفروض كاين اقسام خاصه اقسام تاع التكيف المكيفه اللي تهتم هذا التلاميذ مفهوم. اذا احنا كذلك احنا بحكم ان ما عندناش اقسام مكيفه وكل شيء زاد الاستاذ لقى صعوبه في التعامل مع الطفل هذا واللي عنده توحد واللي عنده عسر القراءه وكل شيء. فهنا كذلك ديروا في بالكم ان هذه الاشياء كلها راح تاثر في عمليه التعلم والاستاذ راح يلقى صعوبه مفهوم. اما المرافق لازم عنده قوانين وعنده حوايج يتبعهم، وهنا على الاستاذه يعني المرافق لما لازمش يكون في وسط التلاميذ ولا ما يكونش لازم يكون على ولازم نفهموا التلاميذ علاش هذا المرافق وباش هنا يقولوا له باللي ربي سبحانه وعنده مرض ولا هكا التلاميذ يوليو يشفقوا على زملائهم يولوا يحترموهم. والله العظيم غير التلميذ واش تقولي له غير يفهم مفهوم. استاذه انا بنت درت لها هذه واش قلت لك؟ استاذه ابني العام الماضي كانت تحفزهم وتعاملهم معامله جيده وهذا السنه تقلبت كامل ولات تضربهم وتفرق بيناتهم. علاش علاش هذا الشيء؟
حنا شوفي المعامله تاع سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه الاستاذ يبدا يطل يرخي يرخي يبدا يشد 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 لان التلاميذ كنا نقولوا صغار ما يعرفوش نبدا ونقولوا نحفزوا كل شيء بصح اذا شفت هذا التلميذ يقرا ويفهم وبدا يحب يبين روحه ولا بدا يتلاشى في الدروس تاعو هنا نبدل الطريقه معاه. اما هذا التفريقه وكل شيء هما كاين بعض الاساتذه يحسبوا بلي كيقولوا هذا خير منك وانا نحب يحسبوا بلي هذه حاجه مليحه هذيك تسمى تفريقه ما تسميش ان راك تحفزي في التلميذ الاخر باش يولي كيما هذاك. بالعكس هذاك التلميذ اللي تفرقيه واللي تحبيه واللي ديري له واش يحب التلاميذ يولوا يكرهوه. سني نشوف هذه واش قالت لي. صباح النور، حضرت موقف للتلميذ خرجته استاذه من الحصه وكان يردد في كلام هذه هي القرايه اهانه. لازم نقرا واش راكم تكتبوا لي انا كاينش. الام تقدر تصلح تصرفات اولادها كيما انها النقائص اللي فيها تحولهم تصرفات سلبيه يكسبهم اولادها مع النعم. لعد يتعيط يعود يعيط لعد يتخبط يعود يخبط لعد يتكسر يعود يكسر. بصح اذا جيتي معاه بالعقل وما درتيش بزاف وفهمتيه يفهم الطفل يفهم. كذلك استاذه بعث لك رساله في الخاص من بعد نجاوبك بنتي حسبي الله ونعم والله غير نجاوبك ما تتقلقيش. انا وليدي في الدار قبيح بزاف بصح المعلمه قالت لي عاقل جدا او يتبع المعلمه كلما عادي. واش راك عريانه كي لاباس عليك؟ قولي صباح الخير. صباح الخير. انا وليدي نعم كاين اطفال الله يبارك يفهموا تقولوا يماه شوف راه المدرسه تبع الاستاذه وراك تجي للدار وتلعب وكل شيء. علاش اذا الام قالت لها لوليدك قبيح تبقى تقيدوا في الدار وهذاك التقيد اللي في الدار يروح للمدرسة يرجعوا قباحة. يا اللي ما خليتينيش نروح نضرب زملائي طفل. وما إذا خليتي له الحرية في الدار وخليتيه يلعب كيما ويهضر معاك ويكسر معاك لما يروح للدار خلاص يتصرف تصرف حسن مع الأم نتاعو. مفهوم؟ ما كاينش البيداغوجيا. نعم كي يدخل قسم لازم عليه يزيد يلو كان 10 دقائق باش يحفظ. والله العظيم ماشي حتى 10 دقائق والله. 3 دقائق ايها الاستاذ تدخل قسم بالابتسامه بالدعاء يا عمري شحال راكم شابين اليوم راه عندي مفاجاه كنت تقرا وتتبعوني عندي رياضه راح نديروا رسم. شوفي الطفل واش يحب راح نديروا رياضه راح نغنيو. الطفل بحبه يحب اللعب خرجيهم للساعه خليهم يفضفضوا خليهم يتكلموا غير دقيقتين ثلاثه واش بي وليدي راه زعفان يا عمري على بنتي شحال راهي شابه وتبقاي تخزري فيهم. صباح الخير صباح الخير. نحي لهم هذاك حتى وجات الطفل مغيوظ من دارو تروح له. شوفي الطفل هذاك مسكين هكا وقاعد وهو راه يما عطاتو طريحه ما حبتش ولا يما ما حبتش تلبس هذيك الروبه قلت لها ما لبسهاش وعطاتها زوج كفوف قالت لها ما نشربش قالت لها بسيف تشربي زحفت مع باباها حكمتها قالت لها روحي تقراي وخبطتها الطفله تجي مقنوطه. لا لا خلي وليدك يروح وانت روحي يا وليدي ربي يسهل لك وهي زيد بوسني زيد عنقني والله العظيم والله لو كانت تبوسي وليدك وتحنقيه وتقول له روح وليدي على البال بلي انت شاطر يروح ميت بالسعاده ويقرا. الدوافع الدافع اللي يخلي وليدك باش يقرا هي المعامله الحسنه. هي تعرفي تقول له راني فرحانه بك ماما ما كتبتش اليوم انساتي كتبت لي ماشي مليح على بالي بصح المره الجايه تكتب خير. دائما بيني له بلي توصل ستصل مهما كانت الظروف راح توصل. علاش اذا ما وصلش في القرايه وصل بالثقه في نفسه خلاص يا وليدي الثقه في نفسه. معليش وليدي انت اقرا ونعاون وليدي واذا ما قدرتش كاين حوايج اخرين ديرهم. الطفل ما تحكميش على وليدك في السنه الاولى ما يعرفش يقرا ما تحكميش على وليدك راسو خشين في السنه الاولى والثانيه والثالثه لان الطفل كل ما يكبر يكبر عقله ويجبن ويولي رزين بصح بالمتابعه تاعك. اساتذه نفس الشيء كي تعاملوا مليح استاذه ابني كي تعاملوا مليح تسيطر عليه. ايه طبعا لما الاستاذه ماشي تسيطر عليه لما الاستاذه تعلم هذاك التلميذ وتحبه وتعاملوا مليح غير تزعف عليه تقول له راني حزن نزعف عليك
شت انا كيفاش نحبك وكيفاش ندير كترك تقبح سمي يموت بالحشمه ويدير هاك. ما نسيتش نعاود استاذه والله غير يعود يدير كلش باش فهمت هذا الدرس. علاش قلت لي ما فهمت وانت ما فهمتوش؟ نعاودوا لك ايها الاستاذ، اذا ما وصلتش النتيجه في القسم تاعك اعرف باللي الخطا راه فيك. اذا نسبه التلاميذ ما فهموش الدرس الخلا لو فيك. اذا ما قدرتش تسيطر على قسم ما تقدرش تقري. هيا ايها الاساتذه، لما تكون في حصه استقبال شوفوا واش ندير انا والله العظيم، واساتذه تبعوها مني والله يبقى محفوظ. عندي اجنده، هذيك الاجنده نكتب فيها اسماء التلاميذ، دايره جدول ونشوف في القراءه في السلوك في المعامله في الدروس في النقاط، ندير واش الطفل في واجباته المدرسيه. لما نمشي في الصف هذيك نقول لهم يا اطفال راني جبتها، نبدا باش كي تجي امك نعرف واش نهضر معاها، ماشي نجبد من راسي. صح ولا ماشي صح؟ نقول ورا العمل تاعك والله العظيم غير ما عملتوش. طاك كي تجي ماماك ما كتبتوش، كي تجي ماماك ما جبتش الكيت سيرتو لك كانت يما تعز فيا وتقول لي انت هي اللي درتي له وانت ما شفتيش، والمعلمه بحكمها تنسى. هو ما كتبش الدرس، روح للدار قبالها يكتبوا، قول لها كتبتو وضربتني. كي تجي لها تقول لها كتبوا، كيفاش كتبوا؟ ايوا عندي الدليل، ندير اجنده ما كتبوش، الله يبارك كتب الدرس نتاعو ودير الورقه الايجابيات والسلبيات. انا كي نروح للدار بدا نشوف هو ما كتبش ما كتبش ما كتبش، غاب ما جاش كل شيء. كي تجي الام انا الاستدعاء نقول بالمجموعه بالمجموعه اللي عندها سلوكيات سلوك تاع ولادها ماشي ملاح، اللي عنده ولدها ما قراش، اللي ولدها دار حاجه، ونزيد نستدعي التلميذ اللي يخدم مليح واللي اخلاقه حسنه باش نزيد نقول الام بارك الله فيك وكل شيء. ونزيد نقول لهم ان لما ما نعيط لكمش ولا في الاستقبال راني عارفه بلي وليدك راه مليح، ما خليش تطمني بلي وليدك راه مليح. اما هذا نقول لهم يلا جيتوا معايا الان هذو ولادكم وهذو ولادنا، وتقول لك ما تهضريش قدام وليدي وحشمتني. بالعكس نخلي اولادي يروحوا ولا نحطهم نقول لهم راحوا تلعبوا، ونبقى نقول للام انت واش صرا البارح في دارك؟ وليدك ما كانش يقرا وما خدمش دروسه وشعره مخسر وما قراش، علاش؟ تبدا تقول لك والله يا استاذه سمحي لي كل شيء، والله كنت هكا وما كنتش في داري وما كنتش بعيده. لا لا التهي بوليدك باش ما يضحكوش عليه التلاميذ. وليدك على ما تجيبش ادواته، رحت بت في دارنا ما كنتش عارفه باللي نبات ونسيت ادواته، ولا قلت له روح تقرا وجا هو يبكي وقال لي انستي تضربني. صح، اذا نوري لهم لا لا ولادكم ودراستكم هي الاولى، وتصرفات اذا وليدك علاش جاي يبكي ويخبط قلقني علاش تتقلقي. ونبداو اليوم راح نوريكم كيفاش تتعاملوا مع ولادكم. اليوم نقول لكم كيفاش الخط تاع وليدك، والله غير بفضل هذه المعامله يعني وهذه التصرفات قسمي كان احسن قسم، عنده ثقه في نفسه ولاو يخدموا خدمتهم وليت نكافئ التلاميذ اللي يديروا دروسهم. انستي شوفي ضربني معليش وما تزيدش تعاود، يلا سامح زميلك يسامحه ويزيد نحببهم في بعضهم كثر وكثر. خلوكم المشاكل هذه، خلوكم التفاهات، خليكم دكا ولا واش راكي واش راهم وليداتك يا حبيبي، واش من وليدات هبلونا، اللي جابهم ما هو في خير واللي ما جابهمش ما هو في خير، كرهوا لحياتي. البنات راهم في سن المراهقه وانتم تعيطوا عليهم، الاولاد كذلك هبطوا شويه. علاش هبطوا؟ هاو الدولار يهبط ويطلع، هاي النفسيه تهبط وتطلع، هاي الميزان نسمانو كل حاجه فيها ميزات تطلع وتحبط. باش نشد هذا التوازن لازم نشد التوازن تاع عقلنا، فهمنا؟ انا لو كان ما نغيروش هذه السلوكيات ما ناش راحين نوصلوا. خلاص شحال انت تبدا؟ ها كي تعودوا تهضروا وليدك راه قاعد معاك. انا وليدي الله يبارك مام يقبح شويه بصح يفهمني كي نقول له كلمه، يدير واش نقول له. إيه الله يبارك اروح والله غير نبوسك، وتتباهي به قدام العائله وتتباهي به قدام اصدقائك. تباهي سكتي ايه وليدك ماما على كي ديري لي هكا؟ ماما على كي ديري؟ اهضري من قلبك، لازم نحسس وليدي راني فرحانه به.
يا اختي اختي يا ولدي 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 بصحته وشاطر وما يقبحش وما يكذبش وما يسرقش وما يجيبليش البلا والقرايه تجيب العقل. على بالي بلي ولدي كيكون فيه. لماذا حنا انا نحب التلميذ اللي ما يحاول يقرا ومتربي وما نحبش التلميذ اللي يقرا وسلوكه ماشي مليح؟ تقول لهم روحوا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف روحوا يا لطيف. كيفاش نقولها؟ شوفوا حنا يمكن كاين مناطق الكلمه هذه عندهم ماشي عيب. والسمع حسبي الله. لا لا على الاساتذه يعني راهم صح راني دوكا كي نعاود نقرا واش كتبتوا لي على بالي نتغشاو دوكا على ما حبيتش نقرا خاطر شفتي يجيني قلبي والله العظيم راني هكا نفوت. شوفي اختي انا غادي نرحل ان شاء الله. قالت لي معلم الفرنسي قالت لي غادي نتهنوا منك. يا ويلي قولوا كل ماشي حنا وماشي ولادنا من اللي راكم تاكلوا في الخبزه راح نتهنوا منك. هذاك التشجيع محفز كبير. انا كي قلت المعلمه تاع وليدي ايه راه مليح صيفطو يعرف الاملاء ويحل مسألة. ايه قالت لي انا اللي نقول ماشي. يا عمري يا عمري يا عمري والله العظيم كي تكوني عارفة واثقة من قدرات ابنك وان وليدك يقرا في الدار ويعرف يجاوب ويعرف يحل مسألة وتقول لك الأستاذة أنا اللي نعرفه ما تعرفش والله العظيم غير ابقاي شادة باللي وليدك ممتاز في راسك حتى المعدل تاعو ما تحوسيش على المعدل عارفي باللي وليدك عنده قدرات وعنده ثقة في نفسه. صدقوني كان واحد التلميذ يجيب 6 المعدل و5 المعدل وتقول لي هذا الأم أنا ما كانش يقرا عندي. قالت لي أنا وليدي كنت ما يقرا في الدار والشاطر. قالت لي بصح المعلمة دير كلش باش وليدي ما يجيبش أحسن معدل. قلت لها كيفاش؟ قلت حنا بالعكس نشجعوا ولادنا. قالت لي عاد كي يخدم يخاف وعلى بالي بلي وليدي وهذيك الفكرة في راسه. قلت لها خلاص مادام راكي عارفة بلي وليدك فاهم هذاك الدرس ما تهمكش النقطة. وقلت لها ولو كان تقري أستاذة أخرى راح تشوفي المعدل تاعو كيفاش يطلع. وصدقوني من 5 المعدل و6 طلع 8 ولا حتى 9 المعدل. طاح في أستاذة شجعته وقالت له أنت شاطر كيفاش جبت 6؟ أنت شاطر كيف كنت تجيب 7؟ ولا يقول إيه قاتلي ماما. وبعد كي راح لماما فرحت قالت له قلت لك ولا ما قلتلكش؟ ورحت للأستاذة وفرحوا. بصح أيها الأستاذ أنت لما تقول للتلميذ الآن في الاختبارات الأطفال تروح لهم الفكرة ما تشدش عليه الورقة راقب وقول له عاود عاود ركز راهي أخطاء راك دايرها عاود خليه يبحث. بس خلاص عطيتها له يا أنسة تغلط رجعي لي الورقة والله ما تشوفها أنت خطرك شجبتها. لا لا شجعيه قول له معليش نرجعها لك المرة الجاية ركز. هذه نبداوها في الدور الأول وبعد خلاص التلميذ علمته كيفاش ما يتسرعش علمته كيفاش يركز في الورقه. وهذا من الاستاذ. لماذا؟ لان الام في المنزل الطفل يكون مطمئن راني مع ماما ماهوش اختبار اللي راح تنقطني عليه ماما يخدم لها كل الصح. لما يروح للمدرسه نفس السوجي بالك طاح لوليده وقات باللي ان وليده ما خدمش فيه الارتباك الخوف الاستاذه لما تبدا تبقى في ذاك الكلام متى راح تزوجي؟ ماما كيف تحمسي؟ قالت لك واحدة تجي تولد ضرب سنة ثالثة. أنا حلمت تولد ضرب دوكا زيد نكمل لكم عشية بإذن الله. يا ريت الكل يشوفوا ويسمعوا كلامك الجميل. شوفي راني دايرة 1000 فيديو. راني كل يوم نهضر بصح الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بصح أنا شوفوا يا سيدي معليش. كي يكونوا 10 يطبقوا واش راني نقول؟ من الأساتذة و10 من الأولياء. رايحة هذه الفكرة تتعمم. ونولوا تولي عندنا ثقافه المدرسيه. انا في حيره وخايفه بنتي على تحيري وتبقاي في حيره تبعيني ما تحيري ما تخافي واش نقول لك ديري بيني لبنتك وري لها قول لك وعلى ما عندكش على راكي خايفه وصح كانت الام تخاف وتتغاشى وتبقى تصفق وبهدلتيني الطفله راح تولي اكثر واكثر. يا لطيف شوفوا
التحطيم حتى الاستاذ انتم اللي تشجعوا، انتم اللي تشجعوا، انتم اللي ديروا ثقه في ولادكم، مفهوم؟ والله العظيم شوفوا الان نشوف سلوكيات الاطفال هنا، نعطيكم غير سلوك وتبعوه معايا ونغلقه، نزيد ميم با نساعد معاكم اطفال. كاين اطفال يكرروا كرروا التصرفات تاعهم، يما هاكي قاعده قدامي كتقول لي والله العظيم غير راني حيره في الدراري تاع الوقت وموليهم كيفاش يتربوا وكيفاش عيطوا بكري، والله العظيم غير بكري ما كانوا كانوا فاهمين وما قراوش، ما كانوش يا اختي ديروا هذه التصرفات اللي راكم دوك تتعلمتوا، تحطمت لي وعقدت لي وكل شيء. بصح كان الاستاذ استاذ استاذ، وكان القدر الوالدي القدر للاستاذ، كان الوالي لا لا شكرا شكرا، كان الوالي داير قيمه للاستاذ ويحترم الاستاذ حتى وليده ولا يحترمه. اللي كان اللي كان قلت تلميذ جيب بابا كيما هذيك بكري تقرا عندنا جايه ايه فاميلتنا، بصح كانت كي نبعثها نقولها روحي خالتك زبيده جيبي ولا قولي لها ايه ولا لا لا انستي استاذه تاعي نحشم منها نحشم منها. دوكا تروح التلميذه الاستاذه شوفي ساره، الاستاذ هو اللي خلى التلميذ يداسرو، معليش نخليه في اطار محدود في اطار محدود، يا عمري ياك شباب كل شيء، بصح ما نخليش واحد المره تلميذه جات لي انستي شحال جاك شباب الخمار، انستي وليتي شابه جاك شباب الخمار، نبوسها نقول لها يعطيك الصحه سعاد. ميمي يسلم عليكم، تلتقول نصف نصف العقل تعيشي، قلت لكم وهذا القيمه تاع الاستاذ وتاع الوالي، كما يكون الاستاذ ذو قيمه والام دير قيمه للاستاذه، الطفل يدير قيمه للام والاستاذه. ماما ماما الاستاذه تعرف واش دارت لوليدي قدام وليدها، قلها قلها واش دارت لك، ايه غزالها كيفاش تحبي ما يزن. وذاك التلميذ فرحان وما يعود يعس في التصرفات الخاطئه تاع الاستاذه باش يديها ليمه، والاستاذه تعود تشوف اي طفل، هذو هذوك يكونوا الاساتذه والاولياء متشحنين. على بالكم هذا اللايف راه مهم جدا، رايحه نشوف كاع النقائص اللي حكيتوها لي ورايحه نخط ندير لها مواضيع مهمه. والله غير مواضيع خيمه قلت لكم الطفل الاستاذه ما تقولش اسمعي ماما كنت تخدم تخدم هذوك الحوايج، ايه نقول لك انستي لا نجيب لك ديري لي وديري عمرك ما تطلبي من الاستاذ حاجه يديرها لك باش يقول لك ها باش تتهلا لي في بنتي، انا نتهلا في بنتك بلا مزيتك ونتهلا في بنتك وقري بلا مزيت زيتي، هذا واجبي وهذا ضميري وهذه خبزه نتاعي حلاليه حلاليه نديها بعرق جبيني. بكري هاي تقول لك ما كنت بقري وكنت في طحت في تربص ما يخلصوناش، تقول لي يما يما تقول لي هذوك ما يخلصوكش، تقول لي علاه ماما مش يخلصوا فيك يما مسكينه، تقول لك انا يقروا لك، نقول لها يما تعشي ما تقوليش لبابا انا اللي خايفه كي ما يخلصونيش يبطلني. تصوروا وين وصلت انني نحوس على الخدمه نتاعي والله غير فضلت على دراهم. ويما كيفاش كنت تقري يما قولي لهم ولا ما كنتيش تجيبي التلاميذ الناقصين والتلاميذ جبت تلاميذ ناقصين للدار وبعاد التلاميذ اللي ماشي لابسين نلبس لهم واللي ما كنت نجيبهم للدار والله غير يما مسكينه ما يما خرجنا يما ما عندوش ويما هذيك ويما تعطيني حوايج باسكو بكري يما كان الفقر كان في الثمانينات كان الفقر والله غير كانوا تلاميذ جيبهم بردانين بردانين والمعاطف وشوفوا واش ديك القيمه اللي درتها الاستاذ القدوه كيفاش قريت درس على فصل الشتاء وجو والبرد وهذاك الطفل شوف كيفاش كنا الدروس تاوعنا والله غير نجاوب كل واحد ابعثوا لي في الماسنجر قدمت درس على طفل فقير وبرد وهذاك الدرس قال لي مخكي في راسي دخل قلت لهم قصه الاطفال راح ينهضروا على العطف وعلى المساعده وكل شيء قلت في يوم من الايام يا اطفال وانا كان الجو باردا قاسيا راح دقيقه قلت لهم هذا الطفل كان بردان
ولما جا من المدرسة الملابس تاعو رثة، ما عندوش معطف، مشمخ، يديه باردين. حاول الأستاذ باش ينشف له هذوك الملابس تاعو في المعطف في المدفأة، وهذوك المدفأة بكري خشتي تاع المازوط وكل شيء. قلت لهم نظرة، احنا كان دائما تلميذ مصطفى إليه، فتأثر بذلك الموقف وغاضوا هذاك التلميذ، فاجتمع مع زملائه التلاميذ لا تنمر، ولو لم يبداو يضحكوا لي قالوا إن صديقنا فقير علينا أن نساعده ونحضر له بعض الملابس، حتى لأن هذا الطفل متربي بصح فقير. عاونوه وجابوا له ملابس وحطوه وجابوا له كل أدوات وداوهم له، وذاك الطفل فرح وكل شيء، ولاو زميلهم يحبوه كل شيء. قدمت هذا الدرس، وأنت هل تستطيع أن تساعد زميلك؟ وأنت وأنت وأنت، إذا يجب علينا أن نساعد الأطفال، علينا أن نساعد الفقراء، علينا علينا، وخلاص كملت الدرس وخرجت الخلاصة وكل شيء. في المساء ما قلت لهم ساعدوا بعض، قلت لهم ساعدوا ونساعدوا، ما تكلمش هذا زميلكم ولا هذه زميلتكم ساعدوها ولا، شوفوا الدرس كيفاش يوصل. عشية نشوف تلاميذ داخلين بالاكياس اللي جايبين ساشيات، وحنا بحكم الاساتذه كي ندخلوا كتلاميذ نبقاو نشوفوا واش جابوا في يدهم، واش كاين، رافدين حاجه، رافدين. بعد تقولوا لي الاستاذه تقول لي سمعي التلاميذ تاعك واش الساشيات اللي راهم رافدينهم، عندك رياضه؟ باسكو كانوا حنا كيلعبوا رياضه، شوفي شوفي اللبسه، شوفي كنا فقراء وكانوا التلاميذ يلبسوا ملابس المئزر تاع المدرسه ويجيبوا الشوربات ولا يلبسوها في المدرسه. قلت له مالا ولا ما عندي رياضه، بقيت نتحاير واش نيت الحوايج، حشمت. قلت دوكا يقولوا هي كش ما قالت للدراري يجيبوا، وانا مجرد انني قدمت الدرس نتاعي بصح قلت لهم لازم نعاونوا، لازم لازم لازم. والله العظيم هذاك ثاني ما تمحش من راسي، عمروا الاكياس، عمروا المصطبه، حطوا اكياسهم. شوفوا الدرس كيفاش وصل للتلميذ وكيفاش وصل للاولياء وكيفاش كانت ردة فعل التلاميذ. ماذا يا اطفال، ماذا احضرتم؟ انستي جبنا باش نعاونوا زميلنا. صدقوني هذاك الموقف لا انساه. بعد واش درت؟ شوفوا انا واش درت. هذا زميلتنا هذاك الوقت كانت زميلتنا كانت طفله، عطيت لها الدلو وقلت لها روحي عمري لي الماء حوكوك من الله. كي راحت دات هذاك الدلو قلت لهم ابنائي التلاميذ فرحت بكم وشكرا وشكرا بصح بشرط، حذاري لما تلبس زميلتنا ملابسكم تقول هذه نتاعي، هذه انا جبتها لك باش ربي يعتبر لكم حسنه. بالعكس حتى اللي جبتوا يقولوا كلاش ايه هذا صباطي وهذا حيده وهذه وهذه وهذه. والله العظيم هذاك الدرس ما ننساهش، وكاين مواقف كثيره الاستاذ الكفء حدثت معايا اللي كنا نكتبهم قصص ما يخلصوش، بالكلمه الطيبه بالمعامله كما قال، والام كانت تحفزني. والله العظيم مسكينه ماني خيطت لك ماشي تاع الفلوس. ايه مسكينه، وكانوا التلاميذ يتوضروا لهم ادواتهم بذلك بكري، ما كانش ذا التاويل وما كانش، كنا نقول لهم ديروا كيس وديروا فيهم ادواتكم، هذا اضعف الايمان. ويما كانت خياطه اللم قول يا يما تعيشي الطرف اللي يبقى لك ديري لي بيه كيس، خدمت لي الاكياس وانا تكت فيهم لاستيك وحقتهم وكتبت في كل تلميذ اسمه، ورحت شريت المسامر وعلقتهم ودرت لهم كل واحد الكيس تاعو في الـ في الـ في الـ في المنضدة نتاعو. والله العظيم شوفوا المئزر الازرق والوردي في الثمانينات كانت الفكره نتاعي قبل ما تجي كاع تتعمم في المدارس. والله ما تعمم. المديره قالت لي العام الجاي نعطيك سنه اولى، قلت لها يا سيده المديره ماذا بيا التلاميذ كي يجوا يسجلوا ولادهم، قول لهم ماذا بكم الاطفال يجيبوا مازر زرقاء والبنات ورديه. وبدات تفكر بعد ولات فكره، يعني ولماذا؟ لان توحيد اللباس ما يخليش هذاك الطفل ما عندوش متميز. ويعني افكار كثيره والحمد لله. والله العظيم غير ويما تفاي هذيك اللي ما هدرتش، ورحنا لدار رحت لدارهم ولات تهدر، يعني واش نحكي لكم واش نخليكم.
يجيو وشكلكم يما كيما قالت لي محديث والمغزل قالت لي هذا الصباح كي تشديهم تشديهم على شغلهم والشغل قال لك اللي فاتك بالكثره فوق راك انت ويلي يديروا في الجيب طابليه ويسمع ها شتو يما باسكو هي يديرها ذكريات جميله جدا ديروا الكيتمان وسمعوني هذه رانا درنا حوصله راح نشوف كاع المواقف والله غير راح ندير لايف خاص بالاساتذه ان شاء الله ونكتب لهم لازم كل استاذ وراح ندير تكوينات للاساتذه رايحه لقيت مركز هنا في بوفاريك اللي ترحب بالفكره راح نقول لهم اذا شفت مجموعه كبيره حابه دير مبلغ رمزي لماذا لازم نخلص هذا المركز لازم يكون هناك تحفيز والله العظيم غير راح نوحدوا العمل وراح نتولوا اساتذه اكفاء والله العظيم وعلاه لا لا والاولياء ندير لكم كذلك ونولوا ما شاء الله مع اولادنا الله يفرقنا بلادنا ربي يحفظ لنا وليداتنا بنتي انا كون قلت منحفز لكم ونزيد نقولها وراني اليوم راح ندير تحدي مع بنتي والله العظيم غير ماشي غير من جانب راح نشجع جميع المحتويات وكاين اللي يبعثوا لي بنتي راهي قلت لكم دارت مشروع مشروع التفاؤل مشروع الحب مشروع تزيين الحفلات وتزيين ازهار وورود واشياء جميله ونحبوا ان الله جميل يحب الجمال ان شاء الله ربي يوفقها نقول لكم كيما نحب التوفيق لكم كامل فالرجاء الرجاء الرجاء مي بهدر كنا انا ما نعرفش نهضر في هذه الاشياء ولا غير متحشمي ولا غير قولي له يا هدر علاش انا اقل واجب راح نقدمه معك انت تعاونيني وتديني وتقولي لي ماما ديري لايف ماما ديري هكا والله العظيم غير يوقفوا بناتي واقفين معايا وهذاك المنشور اللي درته بنتي تاع عيد ميلادي قلت لها اجمل هديه قد ماما ما درتلك ما ديروليش هدايا هدية نتاعي لما شفت حبي لي حبكم ليا ويما زدت نخلعت كيفاش بكيت لا خلعتينا كيفاش بكيت لا غير تخلعنا ما تبكيش ما نبكيش والله العظيم عندي واحدة موجوعة مندوبة موجوع قلبي تصوروا نكون نبكي كي نشوف فيما لازم تشوفنيش نبكي موجوعة مندوبة ما حتى زعما تكيغني نبكي بيني وبين نفسي نحس بهذيك وحنينة وبصح عندي دمعتي عزيزة نقول لهم ماشي كيما نبكيش يسمى معني ما عنديش قلب ما كي تبكي عرفوا بلي كي بكيت تليفونك ميمي وخاصة في المباشر على المباشر وفي حاجة اللي تحفزني والله العظيم أنا أقول لكم ربي يخلي لي أمي أنتي ماشي كي عاد قدام أمي وصحبتي وأنتي شتي في عمري كيما قالوا وقفت معايا في السراء والضراء علمتني شجعتني ما نكذبش مانيش أنا وذوك عندنا ميمي شجعوها وذوك هاتيك ميمي راهي هي يمانا تدينا أنا يما من غيرها ما نسوى والو خاوتي دايرين لي قيمة فوق القيمات الناس كامل مقدريني أختهم الكبيرة ولا ياخذوا بنصيحتي من ماذا بيا ما نقيس حتى واحد نسابي ثاني ولادي ما عنديش نساب ما عنديش طفل بصح عطاني ربي نسابي وربي يحفظهم لي عطاني احفادي عطاني نازيم العميرة تاعي شوفوا فيبوز ارواح 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 كلهم 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 شحال تحب ماما شوش ارواح ها هذا الاول كلهم كلهم احكي لهم احكي لهم حليمه عليا انا ماما شوشو ها ما نبعيش واش تقولهم عليا ما تحبها ما حنينه ما تحبكم علاش كون تقريكم تشريكم اه على نحبك علاش كي زعف عليك ما تزعفش عليا لا علاش ها راه يحبك بس كي تحب له صلاحه ادعوا له ثاني ربي يشفيه شاي اذا واش تقول لهم قول لهم حبوا ولادك ما احكي لهم على ولادهم واش ما تحبوش احكي لهم كي يبداو واش ما تحبش ماما كدير لك ولا غير اهدر عادي يا اخي علمتك اهدر معاهم ايه قول لهم نورمال هما كاع كيما كاع يعيطوا على ولادهم وكاع ايه ماما تعيط عليهم شوفوا تخدم ما تقريهم دير كلش باش تساعدهم واش تطلب منكم قول لهم اقراو تقول لهم اقعدوا عاقلين وقراو ما نسبش انتوما صح دراري تحبوا تلعبوا كل شيء بصح كل حاجه وبلاصتها ها يوصلوا ها قولهم تهلاو في وليداتكم تهلاو في وليداتكم كنت تشوفوا كيفاش يهضر هذا شوفوا ما عندوش شخصيه
ما عندك الشخصية، ما عندك ثقة في نفسك. لا بس عليك زين زين هلاونا في مين تحب ندور؟ لا لا كلهم عنده هواية. أبوني وخالتي وميمي. هاي قولهم يا بوني وخالتي وميمي. في عيد عيد ميلادك تشبح لك وخوتك وباش باش عم بالو. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه. شو ميمي هذا الرابط ميمي وراه الرابط الله يعيشكم. وقولي لهم هذا لهم كلمة طيبة يا سيدي كيف ما عندك جا رجعونا ميمي يا خوتي هذه يا هذه اللي بقات لنا هي الراجل تاعنا هي بنتنا هي والله العظيم فرع البارحة شوية تقلقت ولا غير تقلقت إيه حبة حبة توصل طبعا اليد في اليد خلينا الرابط ميمي الرابط هاو أمامكم هاو مكتوب بالفرنسية هاو مكتوب ميمي أو تمك هاو ميبانك دي الكومنتر راهم يدين الله يعيشكم لوليان تمك نخرج من الكومنتر والله غير نابوني كل واحد عنده بلا ما تخرجي من اللايف دوك هكا يدخلوا يا بوني ادخلوا يا بوني ونشوفوا شحال دخل من واحد الله يعيشكم حبه فقط لماذا يعني هذا التحفيز البنتي والله اختي ما شاء الله عليك كلام كل حق وما زال وما نخليكمش وراح نعطيكم اسهل طرق في التعليم لحقوها ميل هيا لحقوها ميل غير ميل راهي 906 عام يا بوني الله يعيشكم الله يعيشكم اجمل هديه راح ديروها لي وندعي لكم من قلبي ندعي لكم من قلبي والله العظيم غير ما نخليكم نحبكم بزاف انا هم يا بوني هاي تفرح هاي تفرح زيد ومين اللي زود مين قلهم خلي تقطوا يا حليبي واني نشوف انا وماما يما ادعي لهم ادعي لهم يا الله يحفظكم والله يستركم والله ان شاء الله ينجح لكم ولادكم والله يصلح لهم الراي ان شاء الله حتى اذا ما قراو الصحه والعافيه غير يعيشوا الصحه والعافيه كاين اطفال قراو راهم في المستشفيات الحمد لله والله غير ربي يعطيهم الصحه والعافيه وتندموا على كل تصرف حرقتوا عليه اعصابكم وتندموا كاين اولياءهم من اللي حطم اولادهم وكاين اساتذه هم اللي رفعوا بالاولاد وكاين يعني كاين وكاين ماما زهيره ايه كنت نجوز في الباك العام يا حنا اه احكي لهم ما تقلبينش اه ولا والو ايه كنا عندنا كار حنا ظروف جات علينا ظروف قاسيه ما كناش نقرا وشوفوا ماما زهيره ماشي شغل نسى تاع بكري كانت تقول لي ميمي اذا ما جبتيش الباك معليش معليش عاودي تعاوديه العام الجاي ماشي لازم تجيبي هذا العام صح تجاوزت ظروف نورمال جازت عليها الرحله والله العظيم قادره نرفع ماما نبارطاجيو حبه صبحه تاعي تكبر لاني فعلا لو كان نحكي لكم حياتي ان هذه الظروف الصعبه زادت رجعتني في اعلى المراتب تقولوا لي كيفاش الرجل القاسي ابتلاء والرجل اللي مهمل ابتلاء والرجل بصح قادره كيفاش تقولوا يما وليدك واش ربيتيه وراجلك واش علمتيه معليش هو يشد وانت ارخي الصبري بدت لي رانيا كتبت لي علون شكون داير النابوب نحبكم بزاف نموت عليكم والله غير نموت عليكم ان شاء الله يفرحنا بلادنا والله العظيم نقعد معايا يما وتحكي لكم واش جات عليا يما تقول لهم شافيه الابتلاءات اللي جازت عليها هيا بقاو 40 لحقوا ميل والله نزيد نهبلكم هاي طلعوا على مين داك نجي نهبلكم بصح وصدقوني راح نديروا ميمي شوفي. شوفوا ما نحبش نجي في وسط اللايف كي تكون ماما تهضر نحب نجيكم في لافان كي تكونوا نتوما كملتوا باش ما نكوبي لكمش السوجي تاعكم ايوا والهضره ديالكم وصدقوني باش نقول لكم حاجه كاين اشياء بنتي راهي اوكتوفونيست اشياء نتعلمهم منها وانا نتعلم منها والله غير شوفي نتناقشوا في مواضيع ومن بعد نبقاو نتكلموا فيها اذا انا واش نقول قالك حطينا الرابط ها الرابط او كومونتير مي بانجلي سنه ونوريهولهم وريهولهم ايا من اللي زود من اللي زود والله غير كل وحده عندها محتوى ها هو يجيكم هنا ها هو او يبان
ورامي اه ها ها اللي تحت هذا هو لونيا قلت لهم ما دخلوني انا نطلع لك انستغرام هذا هو هذا هو كليكي وغير فيه تايخو في لاباج انستغرام كاين ميم باج فيسبوك وزيد نعطيكم فكره راني نرتب في اموري تعيشوا شوفوا الوقت اللي نقدر ندير فيه معليش انا حتى ما نديش حابه نخليه محفوظ هذا بصح اذا حبيتوا صح ندير كي ندير في مواضيع تاع الدراسه راح نكملوا جدول الظرف وراني دات 3 6 9 12 و 15 و 18 ماشي في الليل ماشي في الليل في الليل وهما كيكونوا ديروا لي وقت وقولوا لي واش من الوقت نديروا هما كيخرجوا لا لا يعني انا لازم انا الارتباطات كبيره وندير وقت ويروح لي لازم نضبط روحي ونضبطكم كيما نقولوا مور الفطور نبقى نجري موراهم ولا نقول لك ماما اللايف راح الحال اذا ديري اللايف بصح دوك تزيدي تشجعيني كيلحقني شتو راهي تساوي فيا قلت لك يلحق 1000 راني نتمسخله بينولهم خاطرش كي تحسبني انا ما عندي حتى عندك ماما ما عنديش عندي شوفوا عندي رحمه عندي رحمه ربي عندي ان شاء الله محبتكم ليا على بالكم باللي اجمل حاجه ربي ابتلاني في اشياء كثيره ولكن عوضها لي بهذه الصفحه هيا 20 شحال مازالوا 20 980 يا ويلي مازالوا 20 ونختم هيا تولد لكم نغلق ونشوف كي تغلقي ايه اي راحوا يا حي عبركم شاني حابه ندير لكم مش حابه ندير لكم بس انا شوفوا انا راني تو توبسيون حابه نعطيكم واحد ديزاسيس في الطبخ في الطياب في كلش عندي كلش اذا انا كنت نبقى شاده هذا الجانب باش ما توليش صفحه ولا حبيت ان نرجعها نرجعها متشعبه ولا نديروا حصه يما على بالك واش نديروا مره في الاسبوع حاجه خاصه بالدار وكيفاش تصرفوا ولا واش رايكم نديروا مره في الاسبوع في 15 يوم ندير لكم يا اما وصفه يا اما تدبيره وندربها معكم لا هيا واش ندير ديري لهم ايه المعنى الحقيقي تاع الحديث والمغزى الحديث والمغزى نخدم شغلي ونخدمي وهضري لهم فادي هيا ولا فادي خلاص هيا وعد فكره جيده الحديث والمغزى صح يكون كنخدم في الشغل ولا راني ساكتك وغير راني نهضر معاه انا نهضر معاه خلاص ما نقول لكم حاجه من بعد صلاه التراويح مليحه اي ذاك الوقت نديروا ضحايا يكون انا راني نحب نضحك نحب ندير كل سوايج يعني نقول لك حاجه انا نزيدوا لنا 11 شحال مازالوا 11 خلوني نروح ولا غير عشان كله باسكو ميمي دايرت ليها هاي شدت لي اي شده البورتاب ماشي خليته هاي زيدوا 11 ابوني تربي يعيشكم اللي ابونا الله ان شاء الله بعثوا لي لي ميساج قولهم دوك نريبوند لكم دوك تريبوند ربي يطول في عمركم ربي يحفظكم وانا كذلك راكم ابونين في قلبي باش نقول لكم وهذا الصفحه لازم تكبر كذلك ماشي تكبر على جال دراهم ولا الحمد لله إيه شحال من واحد يقولها على ما ديريش لي بوب فيسبوك علاش ما ديريش وبعثوا لي دير لي باج ويخلصوك ويعطوك دراهم معليش قلت لهم انا ماذا بيا ندعم هذوك صحاب المحتويات البسيطه وراني ندعمهم وخلوا لي الرابط تاعكم اللي عندها وعلاش التعليم هيا سيدي كي ما قراوش الله يبارك عندهم محتوى في الطبخ عندهم وحده مسكينه بحثت لي ولا غدا وليدها راجلها يخدم بلاكو بلاط هذاك فنان مهندس انا نسميه قالت لي تعيشي شجعيولي باش يجيب لهم رزق اولادهم نشجع كاع المحتويات وصدقوني نشجعوا كاع المحتويات انا نشجع وانتم شجعوا واليد في اليد وباش نقضيوا على الرذاله ونقضيوا على الدناءه ونقضيوا على كيما يقولوا لي بناتي ماما ما تذكري اسماء ولدبر راسهم كل واحد عنده المحتوى اللي يحوس عليه بصح حنا نحوسوا على الخير لينا ولولادنا ولبلادنا ربي يطول في عمركم ربي يحفظكم ربي يستركم ان شاء الله شحال مازالوا خمسة نلحق ميل والله ما نزيد نهبلك كاين
شحال مازالو؟ زيدو خمسة الله يعيشكم. مازالو خمسة. أنا هذيك اللي يقولوا جمجموا لي طاقي وديروا كل شيء، أنا ما نعرفش نقولها نحشم. والله ما نعرف هذي في بنتي. وباش ندير حاجة تافهة ونقولها لكم باش كاع يهجوا. بصح نقول لكم حاجة والله يما نحكي لهم حياتي من أ جوسكا زاد. يا يما وجدوا المشاور ووجدوا علاش نحكي لهم حوايج هذه ماشي باش تبكوا، باش تشوفوا تقولوا كيفاش، خاطرش كاينين الناس راهم مراض وراهم مقدروا غير حبيبك اللي ما دخلوش. ايه بزاف اللي ماوش نحكي لكم. وشوفي هاي تقول لكم بنتي لما نكون مع الناس ولا نقصروا نقصروا ونضحكوا ونغنوا ونديروا بوقلات وكل شيء، بصح نعطيهم دائما عبره، نعطيهم دائما هاي تقول لكم ميمي نعطيهم دروس. جامي كان عندنا مشكل ودخلت ولدها. ايوا خلي روحي بيني ولا تدابير ام ميمي. وي فكره رائعه ام مريم. دائما ام البنات تجيب مواضيع وكل تدبيره من عندكم نزيدو نديروها. فهم هاي تسلم عليك ميمي كريمه. يما ثاني قولي لها يبا هاي تسمع فيك. ايه منين ننوي بعد الشهر تجي تبا. هيا خلاص هيا زيدوا ربعه وخلاص ربعه خلونا ويستناو فيا بقاو ربعه بنت ربعه. هيا حبوكم رحم والديكم غير كوبي زيدوا هذا ربعه الله يفتح عليكم. هيا خلاص بقاو ثلاثه والله يدير لكم واحد التدابير مخكم يحبس. شوفوا مبدعه في قولي لهم شينويه مدبره في جميع الامور ونعطيكم افكار انتوما تحيلوا في رواحكم. هيا خلاص نروح الى اللقاء. ثلاثه زيدوا ثلاثه يا ميمي. ميمي نعطيكم فكره ميمي باش والله غير باش تسهل لي اللايف صباح. وشوفوا شو دير تنظف كاع الدار تنقيها. او لحقومي نفسي لكم زعما الحق الامينه شفت الحقودي يعني. والله ما هي تعيط الفرملية. ايه تعيط لها طبيبة سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي. ويما راهي تسدى فيا داروا لها لاباغي تاع القلب قالوا لي دوك تجيبيها سمحوا لي شتي يعني بقاو على خير. طبيبة غيسمع فيك. الو اهلا طبيبة راهي يسمع. يا بنتي شافية تمسخر كاع.